تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. هذه الحلقة نخصصها للحملة الشاملة لرش وتنظيف المستشفيات والمراكز الصحية من أجل القضاء على البعوض وما ينجم عنه من أضرار صحية، والتي انطلقت على مستوى العاصمة نواكشوط. كذلك هذه الأيام يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الدكتورة منت أحمد لولي، مديرة إدارة السلامة والنظافة العمومية، وذلك لمناقشة هذا الموضوع. مساء الخير دكتورة. مساء النور، أهلا وسهلا. في البداية، ما هي أهداف هذه الحملة وماذا عن طبيعتها؟ شكرا، أشكر التلفزيون الوطنية على إتاحة لي هذه الفرصة للتحدث عن هذه الحملة. كما تعلمون جميعا، شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة موجة من الأمراض لم تكن مألوفة، ومن أشهرها حمى الضنك والتي أصبحت مستوطنة لبعض مدننا، مما يستجب علينا سياسة حازمة ومنهجة من أجل القضاء على ناقلات المرضية وأماكن تكاثرها، والتي تعد البرك والمستنقعات بيئة خصبة لتكاثرها وانتشارها. هذه الحملة سوف تصاحبها حملة تطهير وتعقيم على مستوى 63 منشأة صحية في ولايات نواكشوط الثلاثة، الشمالية والجنوبية والغربية. سوف أيضا تصاحبها عملية شفط المياه الراكدة على مستوى هذه المراكز الصحية. طبعا تشهد مشاركة كبيرة من جميع قطاع وزارة الصحة. شنو هذه القطاعات؟ من دركان لا محصورة على المصالح الموجودة داخل وزارة الصحة، والله فيها قطاعات حكومية أخرى، والله قطاعات من المجتمع، مثلا عناصر من المجتمع المدني. طبعا هذه الحملة تمت تحت إشراف وتنسيق لجنة فنية خاصة على مستوى وزارة الصحة، وهذه اللجنة هي عبارة عن مشاركة وزارة التنمية الريفية، ووزارة المياه والصرف الصحي، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، ووزارة النقل والتجهيز، وزارة التجهيز والنقل النقل العمومي في موريتانيا. وطبعا هذه الحملة بالذات يأتي تشهد مشاركة فعالة للمكتب الوطني للصرف الصحي، الذي ينتهز هذه الفرصة لشكره بشكل خاص، أيضا المركز الوطني لمكافحة الجراد والطيور، الذي بالمناسبة أيضا أشكره جزيل الشكر على دعمهم ومساندتهم وإشرافهم بشكل مهني خاص على هذه الحملة. أيضا طبعا هنالك وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وأيضا بالتالي هي فقط يتولى هذه الحملة قطاعات رسمية فقط. ماذا عن مدتها؟ هل هناك يعني أفق زمني لهذه الحملة؟ وماذا عن النتائج المرجوة منها؟ هذه الحملة تأتي ضمن خطة فعالة استراتيجية العامة لقطاع الصحة في قضاء على البعوض وناقلات الأمراض. وهذه الحملة سوف تستمر مدة، سوف يستفيد كما قلت، سوف تستفيد منها 63 منشأة صحية على مستوى ولاية نواكشوط الثلاثة، وسوف تستمر لمدة أكثر من شهر إن شاء الله. وبهذه المناسبة انتهز هذه الفرصة لأدعو التلفزيون لمواكبة هذه الحملة والإشراف بشكل مباشر مع الفرق التي هي حالا في المستشفيات، في المستشفى الوطني، مركز الاستطباب الوطني، هذه الليلة لبداية هذه الحملة إن شاء الله. ضيفتنا الكريمة، نحن في البداية سمعنا يعني رأيكم أنتم والأسلوب التفصيلي اللي عندكم عن هذه الحملة. درك نحن في إطار تحضير لهذه الحلقة، في أحد الزملاء عد العنصر تفصيلي كذلك عن هذه الحملة، نتابعه ونعود للنقاش معك. تهدف هذه الحملة التي تنظمها إدارة السلامة والنظافة بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمكتب الوطني للصرف الصحي للقضاء على البعوض لما يشكله من خطر على صحة المواطنين، حيث يتسبب في نقل العديد من أنواع الحمى كالملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض المنتقلة التي يعتبر البعوض ناقلها الأساس.
وستستهدف هذه الحملة التي تدوم مدة شهر كامل رش وتنظيف المستشفيات والمراكز الصحية والساحات العامة والأماكن المبوءة بالبعوض في مختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط. وقد اتخذت الجهات المشرفة عليها كافة التدابير اللازمة لإنجاحها من طواقيم بشرية ووسائل لوجستية، إلا أن تحقيق النتائج المرجوة منها يبقى معلقا على مدى تجاوب المستشفيات ونزلائها والمواطنين بصفة عامة. فإلى أي حد ستسهم هذه الحملة في الحد من انتشار البعوض في العاصمة؟ إذن نواصل الحديث معك. طبعا من المعروف عن هذا النوع من الحملات تستخدم فيه مواد يعني من نوع خاص، ماذا عن طبيعة هذه المواد؟ ماذا عن انعكاسات؟ هذا كانت هناك انعكاسات أو أضرار جانبية لهذه المواد المستخدمة في الرش؟ شكرا. طبعا هذه المبيدات المستخدمة هي مبيدات من نوع خاص، وطبعا أخذت فيها معايير فنية عالية، وقد استخدمت أيضا تشهد هذه الحملة استخدام مبيدات صديقة للبيئة استخدمت من قبل من طرف المجموعة الحضرية في إطار رش هذه، في إطار حملات الرش التي كانت تقوم بها في السنوات الماضية. هذه هي المبيدات الحشرية، ولكن راعينا فيها عنها لا تشكل أي خطر على الصحة العامة ولا على صحة المواطنين. وأيضا هنالك في نهاية هذه الحملة سوف يتم التخلص من هذه أواني المبيدات الحشرية الفارقة تحت إشراف ورعاية المركز الوطني لمكافحة الجراد، والذي هو المسؤول عن هذه المبيدات الحشرية المنتهية الصلاحية. إذا وراء هذه اللجنة قامت برعاية حتى الأواني الفارقة والفضلات التخلص الآمن من هذه النفايات من هذه الحملة. في حديثك ذكرت أن هذه الحملة يعني طبعا في الشراكة بين وزارة الصحة بدرجة الأولى وذي القطاعات الأخرى، وحيز الحيز الذي تستهدفه هو المستشفيات. هل هناك يعني تفكير في المستقبل أو استراتيجية مستقبلية لأن تشمل هذه الحملة مناطق الأخرى يعني التي يمكن أن تكون بؤر لهذه الحشرات؟ طبعا في السنة الماضية قمنا بعملية رش لمدينة داخل مدينة روسو في ولاية ترارزة، وذلك بعد وباء حمى الضنك الذي عرف تسجيل حالات موجودة في مدينة روسو. أرقام موجودة، وجود هذه الأرقام في مدينة روسو العام الماضي، وقد كانت هذه الحملة ناجحة بشكل كبير، ولهذا السبب قمنا بهذه الحملة في هذه السنة الثانية على مستوى ولاية نواكشوط. وهنالك طبعا أفق وتفكير بتنظيم حملات أخرى في ولايات ثانية مثل ترارزة والمناطق التي على ضفة نهر السنغال وبراكنة والحوض الشرقي والحوض الغربي. هنالك تفكير في تنفيذ مشاريع أوسع على مستوى ولايات نواكشوط. وطبعا سألتي عن النتائج هذه المرجوة من هذه العملية، أريد فقط أن أؤكد لك أن إجراء هذا النوع من الحملات سوف يؤثر بطريقة مباشرة على إحصائيات وزارة الصحة التي تقوم بها بشكل يومي على مستوى المراكز والنقاط الصحية الذي يتعلق سواء بحمى الضنك أو بحمى الملاريا التي تسجل يوميا في حالات المراكز الصحية إن شاء الله. يعني من المعروف عن النوع من الحملات مهم، خاصة أنه يستهدف الصحة بصفة مباشرة لصحة المواطن. ما هو المطلوب من المواطن من أجل إنجاح هذه الحملة؟ ما الدور الذي ينبغي للمواطن أن يلعبه من أجل أن يساهم في نجاح هذه الحملة؟ بادئ طبعا الدور الأول هو المطلوب من المواطن هو على مستوى المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية. هذه المستشفيات تحوي مرضى ومرافقين مرضى وزائرين زوار يأتون للمرضى. دونك نطلب من هذه
هذه الفئة من المواطنين أن تسهل لنا عملية إجراء هذه الحملة التي سوف تكون طبعا مكثفة للقضاء على هذه كما قلت، وتصاحبها أيضا عمليات تطهير وتعقيم لبعض الأماكن بؤر هذه الناقلات البعوض. إذا ستكون هنالك عملية، الفرق الفنية سوف تكون على 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 بشكل مباشر في المستشفيات، ولكن دائما زوال المرضى يتذمرون من أنه توجد رائحة أو أن أصوات أو شيء من هذا القبيل. نطلب من جميع تفهم طبيعة هذا العمل. أيضا نطلب من المواطنين بشكل مباشر في المنازل أن يقوم بحملات رش إذا أمكن، وعن طريق الرذاذ أو عن طريق فليتوكس طبعا اعذروني الكلمه على في المنازل، وهذا هذه من من قد تساهم في طرد هذه الحشرات من اجل ان تحاصر ويقضى عليها. اذا شكرا جزيلا لك الدكتوره امينه تومنت احمد لولي، مديره اداره السلامه والنظافه العموميه بوزاره الصحه. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في حلقه اليوم من هذا البرنامج. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. إلى اللقاء.